السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم خير. معكم حسام، وخلونا نستكمل لعبة ديسيديا فانال فانتسي نت او انتي. واللي صار في الحلقة السابقة اني خشيت في القصة، واجهت بعض العقبات من رامو، وهذا الشيء حيخليني اتأخر شوي عشان اقدر اكمل قصة سكوال ولايننج وزيدان وتيرا. فبالتالي راح اغير وحشوف احد من عيال ثاني يعني عشان اقدر الفل بي او نعيش اللحظة مع ناس تانية زي بارتس. لا نسحب عليه نشوف هنا مين. لفين فانس 14 نوكتس، وينه؟ توقع هنا نوكتس. يلا نعيش نوكتس. اوكي ترافي. اوكي طيب الآن نشوف الحدث ونرجع ثاني. بس قبل ندخل يعني أولا نسوي لايك، ثانيا أنا خلف الكواليس والله قعدت ألعب لعب مو طبيعي، جبت فلوس وجمعت أشياء كثير ما هي طبيعية مرة. فيلا ندخل ونشوف. Got people waiting on me. Right. Things were not looking too good when I left. And you have no way of speaking with them. Yeah. We are the same. Even now, my allies worry. Hmm. I see we all have a place to call home. Even you? Yes. Even if it did not, though, that would change nothing. I still would have answered her call. Of that, I have little doubt. Sorry you were involved. It's not like you're the one to blame. Ever have someone you didn't understand? Hmm? And yet you find that what is important to them suddenly becomes important to you? So that's how he feels? To put it simply. Anyways, it's like you said. Nothing's gonna get done if we just stand here. Agreed. Cecil. Noctis. Thank you. Think nothing of it. Yeah, no worries. Then shall we? اوكي وضع العيال يعني مشبوهين في وضعهم. اللي قاعد يشك يقول انا اتجابني هنا، والتاني يقول ابلقى طريق لرجعتي للبيت، ولا الثالث يقول خلينا نساعد الميتيريال مسكينة في حروب واحنا ما لنا فيها، بس احنا يعني فزعنا الكوزموس قبل كذا. هذا يعتبر ثالث جزء لديسيديا للي ما يعرف. بس يلا ندخل ونشوف الحرب ضد دولي. اوكي نوكتس انا طلعت له حاجه بسيطه فحنلعبه. هذا اللي طلعته صراحه جاي يعني مع الكنوز، وصراحه لايت وارير اوف لايت ما زبطته ترى، والله اعطيته سحبه مايكل جاكسون على ورا. سيسيل مسحوب عليه، خليه على الداركنس احسن. بس المفروض يعني اعطيهم شويه من الاعدادات حقتي، لكن هذه قروشه. بس احنا قده وقدود، انا ما طلعت هذه الاشياء على الفاضي، فخلينا ناخذ فره كذا سريعه علشان اوريكم انا جبت. نحط لي السرعه والخفه، وثاني حاجه اللي هي هذه. طيب خلصت من شو اسمه واريور اوف لايت سكين، ما طلعت له اشياء، الله سحبت عليه يعني. بس تتمشى، فكينا شعره. الله يقول لك الواحد لما يزعل يا يحلق شعره يا ايش يسوي، يصبغه. هذا صبغ شعره احمر. طيب سيسيل، وين سيسيل؟ سيسيل الجزء الرابع.
وفين كين؟ طيب انت نفس الشيء، حنعطيك هذا دوم و... ولا اقول لك دوم، لا خليها كذا، الدوم تحت ياهو. وهنا نعطيه بون. ما اتوقع اني طلعت لك شيء مهم يعني مثير للاهتمام. يلا مشي حالك. وناكتس، ناكتس يعني اشياء عبيطه شويه. ليفل 3 لفلت كذا، لعبت لي كم بطوله وطلعت له هذه، جات مع الكنوز. اما ملابس لا، خلينا باللبس العادي. طيب يلا جاهزين. ودان سكوال وعلى فكرة كمان طلعت كل السومنز. نختار الكسندر علشان يزيد الاتش بي حقي في حالة انه كان ضعيف، مع انه يلا مشينا. المستوى حق نوكتس بلاتينيوم دي، وواريور اوف لايت بلاتينيوم بي، بس كلام فاضي يعني. يلا جاهزين. تعال. الله اسحب كلامك يا كلاود، باقي لي اطلع لبسك هذا حق فيلم ادفنت تشيلدرن. تعال حلوين. الله 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 الله، ما اتفقنا على كذا يا كلاود. خذ فلت. تعال اوكي بوم، تم التفجير. ابلع ذي. لحظة كتفوه هذي، ما ادري كتفوه. الله يا زحمة هنا. تعالي تعالي يا مسكينة فيكتوري. Gotta keep riding this wave. I haven't fought like that in a while. You've received a reward, Koopa. We're all in one piece, so that's how it works. Hmm? Noctis. Look. What the? Whoa, that's crazy! Our conflict is what spawned this phenomenon. Man, if the guys were here, they'd totally flip at seeing this. Let us press on. We should reach Spiritus soon enough. طيب 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 الحين اوكي انبسطت هناك. تعس هيا شوف في معركة دموية جاية،
يلا ضد ذولي. طيب على مستوى جولد الله يستر قد احنا الله يستر ما يحتاج الى اغير حاجة. نوكتس مرة ثانية. طيب وارير اوف لايت وسيسل بلبسه العادي. يلا رامو اللي هزمني الحلقة اللي فاتت وسحبت عليه. Greetings. يلا والله التختيم ترى يجيب فلوس. شخصية Warrior of Light هي حلوة مرة بس ما أخذت حقها. يعني أنا صراحة لو نزل Final Fantasy 1 ريميك من أول ناس حيشتروه، بس Warrior of Light والله صراحة ما أخذ حقه، مظلوم. ابلع. يلا الله 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 الله. وعلى فكرة يعني ترى في بعض الألعاب نزلت ريميك لكن مو على البلاي ستيشن، على السي دي سي ما أدري إيش يسمونه ذاك 3D أيا كان اسمه، نزلت لكن ما هي ريميك بذيك الجودة يعني، مثلا يعني شيء بسيط لكن والله يستاهل ترى، يعني خصوصا إنه اللعبة تم دبلاجها ومؤثرات صوتية وكات سكرين اللي هي عروض سينمائية وإلى آخر. تعال يا حيوان أو حيوان أيا كان نوع البهيمة اللي قاعد تعامل معاها. خد يلا يلا واي قدها. ابلع يا مسكين، شايفني واحد من عيالك ولا ايش؟ تكلم باحترام وسيبك من الكلام الدبلوماسي. لا 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 كنت امزح ترى. صاروا اقوى من كذا، عددهم 4000. واو ابلعوا، هذا حيكون معايا ها خلف الكواليس. طيب يلا هذا تم دعسه. تعال يا رامو. اوكي اوكي عرفت. خد تعال 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 تعال. لا تستدعي ها، لا تستدعي. اهدى لسه رامو ما راح. يلا شدة حيل يجي مين. لا 4000 حقتي راحت على الفاضي. أيها اللعين يا Warrior of Light. Gotta keep riding this wave. يلا سيسل هارد لك. Do this one without me. Sundry spoils for a slice grapper, Kubo. والله كاش يصير هنا. بس القهر ما يمدي نعيد المرحلة عشان ما يبوني أجيب 600 ثانية. طيب باور بورلوند يعني after existing a getaway the warrior witness a release of energy and the arrival of an unwelcome visitor. معناتها انه المحاربين حيعدوا البوابة وحيكونوا شاهدين على الطاقة اللي راح توصل بغير يعني من دون ما حد ينادي بدون اي ترحيب للزائرين. طيب نشوف ايش يصير ونرجع. What is...
do now? We push on. Wait, what? And just let it go? Dwell not upon it. Cecil is correct. The fruit our battle bore seems to have withered against that light. We've seen this destroyer of dimensions before, and it went by many a sonorous name. Whatever the name, it burdens Materia. And us, for certain. Perhaps the time has come for us to reconsider who our enemy truly is. Inside the gateway? That we are. It was here that my quest first began. And you have been to that castle? Indeed. The princess had been spirited away, and I pledged my sword to her rescue. However, what awaited us... Remember me. You were lucky enough to defeat me once. Garland, how did I know you would be here? Interesting. I could say the same thing to you. Fate seems set on having us cross swords evermore. Even though we are no longer bound by time, we are still bound by destiny to fight. Cecil, Noctis, let us oblige him. You're the boss. اوكي، فاصل اعلاني. حنتكلم فيه عن الحدث. غارلاند هذا من فان فانتسي 1 والنص يعرفه، فاحنا حنباري ومعاه اثنين من المخيلون اللي هم اشباح الشخصيات الاصليه. فحنباري الان ويقول لك as they have fought through millennia they know the circle better than anyone, thus another chapter in their internal struggle unfolds. معناتها انه احنا راح نعدي طريقنا للمكان الأفضل إننا يعني نكون محترسين فيه له، فيمكن يكون في كهارب أو أي حلقات مفرغة وإلى آخر. وخلينا نكتشف الآن. أوكي، إذا فزنا هديتنا 1000 جيل أو 1000 أيا كان الفلوس اللي عندهم. نوكتس، ولا أقول لكم خلينا ده مع القصة نمشي مع القصة. خليك انت كده مغلف كانك سكريم ابو هدية. يلا. حيكون معانا ألكسندر. يلا. Your allies have assembled, Kupo. Greetings. So, what's up? As long as this conflict rages, I shall do my utmost to protect you. Yalla. Do not allow them to gain the upper hand. Ostur. I have no intent of holding back. Alla gawi. تعال تعال، شبه راس براس انت. الله. على فكرة اول مرة العب بلايت اوف واريور في هذا الجزء. لعبت قبل كده في ديسيديا 012 دون داستني.
تعال. الله والله ما يمزح. المعركة حتكون دموية شوية. فيها ثلاث دقائق. لا المفروض يكون انفينيتي تايم. تعال. الله. اوكي تم الضرب. تعال. تحتاج احد يربيك من جديد. ها توب ولا لا؟ يلا ضربة أخيرة وتودع الملاعب ونحطك في الدكة يا حبيب أمك. تعال الله برضو ما هزيتني ولا شوية. خذ خذ تعال الله حماسك زاد ها؟ استدعي ها؟ خذ والله قاعد يتفادى كل ضرباتي. تعال يا متفادي انت. مين دعسه؟ افرت شيت والله هذا مرة قوي. لو ضربني ضربة انتهيت انا. هجوم عليه ايوه الثلاثي. جل 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 جل. جدوه يلا يا عيال. فسخوه فسخوه بسرعة. خليه ينقص. والله جاء ذا مخرب البيوت. تم الدعس. عادي. اهدى. الله يلا اجلد جلد مو طبيعي. اوكي اوكي فينو فينو ها شايفك من اول ترى وراك والزمن طويل لازم انا اللي اقتلك مو الكمبيوتر. تعال رد ودع. لا والله نقصت. اوكي والله مردودة يا غارلاند مردودة. ها؟ هنستدعي الكسندر. اوكي يا شدة حيل واحد من فريقنا مات اللي هو سيسيل. الله 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 عيب ترى. خذ ودع. اوكي يلا هاي شت. يلا باقي له كم؟ هانت كذا اللعب ولا بلاش. يلا نشوف العرض ايش حيصير. We know not of failure. You owe me an answer. Is Spiritus the one sapping this world's life force? Nonsense. He is a successor of the old gods and deeply bound to this place. He desires not its destruction. If he speaks true, then we are only wasting our efforts. You're correct. We must return at once and apprise Materia of... Hold up. Well, we don't have to go all the way back there. What do you mean?
Remember how Materia and Spiritus could communicate in real time back at her dome? Could just use whatever they did, not like Spiritus will attack us. All we gotta do is ask. It'll save us time, I'm sure of it. That may work, if Spiritus will let us. He is not so single-minded as to let a petty feud cloud his better judgment. Then our next destination has been decided. That was an ingenious solution, Noctis. No problem. Just one thing. How about you call me Noct instead? يا عيني على سمو الأمير نوكتس المتواضع اللي ما أنا نسميه نوكت. طيب واضح انهم جالسين يحاربوا بعض، ففجأة قرروا انهم يكونوا في صف واحد بسبب انه في اصلا عدو غير، يعني ليش اسمه دقيقة اسمه سبيريتس، مدري عنه والله ناسي اسمه سبيريتس، ايا كان اسمه. في هنا معركة ضد باهاموت. واو، شكلها نهاية الحلقة هنا. يلا نشوف ايش حيصير. قارلاند سان معانا، قارلاند، عشان في عدو ترى اخطر من ذاك الاحمراني. اوكي، حلب بنكتس ومعايا وارير اوف لايت وغارلاند. كويس، هذا الجزء مختلف عن اللي قبله، لانه اللي قبله كان هذاك مين؟ كوزموس عدونا. الان لا، الان كل الاعداء حقت السلسلة صاروا معانا اصحاب، او مو كلهم يعني، احنا نبدأ نصالح واحد واحد علشان نكون فريق كامل. اوكي، عندك شيء للبيع؟ يلا ايش هديتي؟ طيب لو فزت ايش الجوائز؟ ما قالوا. يلا ضد باهاموت. I'm more king than you'll ever be. اوف، انت كينج؟ نسينا ولا لا يا نوكتس انك قابلت باهاموت هذا في الكريستال؟ الله، ترى مرة قوي، يعني اتوقع انه هذا اقوى من رامو، فالله يعين، يعني الله يعيني جدا. كمان ثلاث مرات نوكتس ضد باهاموت ما قد صارت في فانفات 6V، وعلى فكرة إيزونيا مو موجود في هذا الجزء علشان لا يحرقوا للناس اللي ما لعبوا فاينل فانتسي 6 في. انا هزمتك في فاينل فانتسي 6 في، شو اسمه هذاك، ايش يسمونه، المورتل بلاي كومبراتس، ايه، انك تشكل لاعب وتعيش القصة اونلاين. يلا دعس 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 يستر، اذا هزمت ما هعيد، خلاص هنهي الحلقة. الله، لا كذا كثير والله. انا طلبت مين؟ الكسندر؟ لا ما حيجيني اي سمون هنا. اوكي، اذا ضرب ضربه مت، خليها لغيري والله احسن. يا عيال نقصوه. الله، نوكتس سوي شيء مفيد. اوكي
هلا والله، هلا بالحلوين. اجلدوه يلا يا عيال، ترى رخمة. يلا دوري، خذ. بدأ يتجنن، عصب بدري، عصب. اوتش. يلا خذ بهاموت. هدي هدي، ها فاكرني ولا لا؟ يلا استكنان. أو تعويض، لازم اعوض. شيت، مت مت. الله قوي. بدأ يتجنن. اوكي اوكي، فوكس فوكس فوكس. اوكي يجي، بس لسه ما انتهت المعركة. انا ادري انه قوي ما يمزح. لا تستسلم للفشل. يا ساتر، والله اذا ضربني انا انتهت. لا قاعد يشن هجوم الجديد. خذ 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 خذ. انا انتهيت. بدا يطلق مدافعه. اقوى بهموت بالنسبه لحق في الفانسي 8. يلا موت 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 موت. خذ هذه الضربه وانتهي. يلا ودع. لسه باقي له 1000. شيت، كيف حصمل؟ واو يا عيال، سووا شيء. انا انجلت. عداده 3. كم كم نقصني؟ ما لحقت اشوف. يلا يا انا يا هو. لا يزيد لا يزيد لا يزيد. الله بهموت، اهدى اهدى اهدى. بهموت خذ. والله ذا مصر انه يعيش. خلاص يا اخي موت، طولت. اوه اوه اوه. يلا فزنا 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 يا رب. جول. Please make it interesting. Kubo! You acquired a new appellation, Kubo. Kubo! My bad. Kubo! No big deal. طيب عشان ما نجيب العيد يعني ونقدم، انا حنهي الحلقة عشان تخيلوا قدمت لقيت واحد اقوى من كذا وقتلني بسرعة. لا لازم الفل، لازم مخمخ كذا لوحدي واستكنان وكذا علشان اقدر اعدي بسهولة المرات الجاية. لا تنسون دعم الحلقة
ما يحتاج، انتم فيكم الخير والبركة. اللايك والسبسكرايب يا عيال مرة مهم جدا بالنسبة لي، فادعموني. كان معكم حسام، في أمان الله.